فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في الحديث للراجل سهم وللراكب سهمان، سؤاله: صاحب الإبل هل يعطى سهمان كصاحب الخيل؟ الراكب له سهم، وأما الراكب له ثلاثة أسهم، الراكب له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وأما الراجل فله سهم واحد، ويشملها يشمل الإبل أيضا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لأن الراكب يشمل راكب الإبل وراكب الخيل، له ثلاثة أسهم. نعم.